بزاف منكم مشاهدينا الكرام سمعوا بالحادث اللي تعرضت له نوميديا للزول وكان رح ينهي حياتها لما كانت تصور واحد من الإعلانات تحت إخراج ياسين محفوظ. احنا تلاقينا نوميديا للزول وسقسيناها على الحادث، ولتفاصيل أكثر شوفوا الصور. نوميديا للزول شارك لي أول مرة في الإعلانات، وهذه المرة شفناها في الأكسيون. بصح المشاهد من قوة كانت خطيرة، قريب راح الضحية. الإعلان كان من إخراج ياسين محفوظ اللي سبق وشفناه في فيديو كليبات، وفي هذا رمضان راح بقوة في الإعلانات. ياسين محفوظ من المخرجين الشباب اللي نقدروا نقولوا أنهم أحدثوا طفرة وقفزة ذات نوعية في مجال تصوير وإخراج الفيديو كليبات، ويكفي أن نقوله هو مخرج تحملت معاك وما فيون غوز لمنى الحدلي وليك ما نوليش لسهيلة بن لشهر. إن فات كنا نديروا أكشن وفي شونتيي 15 إتاج، وكانت شوية العفسة خطيرة، فهمت؟ تما جريت وما قدرتش نحبس، أنا عندي بروبليم كي نجري ما نعرفش نحبس، فهمت؟ جريت سيتي بلوش لو شوك وقريب عطيتها لتحت، ومن بعد تحت جوست افون جي يو دي بليسيغ اي تو سا الحمد لله يا ربي هكا ولا أكثر.